اتفضلي يا ام محمد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا السلام ام محمد، عليكم اتفضلي. ساره، اهلا حضرتك عامله ايه؟ وسهلا بيكي، اخبارك ايه؟ الحمد لله، والله الحمد لله. شلون اتفضلي. طيبين؟ عاملين ايه؟ وانتي طيبه يا ام محمد؟ ممكن يعني اكلم الشيخ؟ مع حضرتك، اتفضلي. اتفضلي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الشيخ الله. احمد، ازي حضرتك؟ عامل اهلا ايه؟ وسهلا ومرحبا. سمحت يا شيخ، انا بقالي 8 سنين متجوزه. تمام. 8 سنين متجوزة، من يوم ما اتجوزت كده على طول تعبانة، على طول تعبانة، نطلع من حاجة ندخل في حاجة، وعلى طول ألم في المعدة، وعملت منظار برضو مرتين، وننحجز في المستشفى، وعلى طول بعاني برضو من المعدة، يقولوا لي التهابات، يقولوا لي حاجات، وأعمل إشاعات وكل حاجة. وجوزي يعني ظروفه على قده، يطلع يوم وعشرة لأ، واليومين اللي يجيبها على الدكاترة، ومديونا للصيدليات، والحياة متلخبطة معانا جدا، وحتى لما يجي له باب رزق وكده بيتقفل في وشه على طول قاعد، ممكن يطلع في الشهر يوم او اتنين. فانا مش عارفه بصراحه اعمل ايه يعني كده يا شيخ. طيب يا ام احمد، ربنا يفتح عليك ويرزقكم من اوسع ابوابه. والشيخ هيرد على حضرتك، بس معانا تليفون ام مي. ام السلام مي، عليكم. وعليكم وعليكم السلام يا السلام. ام مي. ازي حضرتك يا ساره؟ ازيك يا ام مي، عامله ايه؟ وحشتينا. انت اكتر والله. ربنا عامله ايه؟ يخليك يا رب. اتفضلي يا ام مي. كل سنه وحضرتك طيبه بمناسبه راس السنه بقى. وانتي طيبه يا رب، وانتي طيبه يا رب، وكلنا بخير. الله اتفضلي يا ام يخليك. مي، ايه اسالت الاخبار؟ الشيخ سؤالين. اتفضلي معاكي. الخط قطع ولا ايه؟ فصل. طب كلمينا تاني يا مومي. طيب نرد على ام محمد. فكرة الرزق، هي بتتكلم انه دائما في بلاء ونحو ذلك. يعني انا اريد منها شيء، مش عايزها تلجأ لطريق الدجالين والمشعوذين، لانه في شيء الواحد شمه من الكلام. فبقول لها لا تلجأ الى هذا الطريق. ليه؟ لانه هذا الطريق وعر، وهذا الطريق خطير، وكثير ممن يسيرون في هذا الامر ويعملون في هذا الشيء اكثرهم من اهل الدجل والشعوذه. تمام. قلما يجد الانسان يتقي الله عز وجل حقيقه. فده امر. الامر الثاني، هي تنظر الامور الطبيه، تنظر اليها. وعندنا شيء العلماء يقولون عنهم، هناك اسباب ظاهره واسباب باطنه، أسباب علوية وأسباب سفلية أو أرضية. الأسباب الظاهرة، لو مثلا إنسان مريض فيتناول الدواء، يبحث عن الرزق وما إلى ذلك، وهذه تعلق الناس بها كثيرا. أما الأسباب الباطنة التي غافل عنها كثير من الناس، هناك أشياء كثيرة. مثلا كالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. مش معناه أنه أنا بس خلاص أعمل الصدقة ولا أخذ بالأسباب الأخرى الظاهرة، لا، أخذ بهذا ولا أترك ذاك. ليه؟ لأنه صدقة السر تقي مصارع السوء، داووا مرضاكم بالصدقة، اللجوء إلى الله. بعض الناس بيظنوا أنه مجرد أنه الواحد لجأ إلى الله عز وجل ولجأ إلى عبادة الله، يعني مطلوب خلاص أنه أنا طالما أطعت الله وعبدت ربنا، يعني معناه أنه خلاص لابد تتوسع علي والأمور تبقى كذا وكذا ويأتي المال. الأمر ليس كذلك، بل كما بيّن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على حسب دينه، على قدر دينه. فكلما كان قويا في أمر دينه صلبا، كلما اشتد بلاؤه. ليه؟ لأن البلاء قد ينزل على العبد إما أن يكون مغفرة للذنب، وإما أن يكون رفعة للدرجة. ورد في الحديث إن الله لا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى تتحاشى عنه ذنوبه، كما يعني يتساقط الورق عن الشجر ويخرج نظيفا ليس عليه شيء. وأحيانا قد يكون البلاء رفعة للدرجة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء، لذلك هو من أوائل أولي العزم من الرسل، وأفضل الرسل، وأفضل المرسلين، وأفضل من خلق الله، سيدنا رسول الله. ونقص الأموال، هو ربنا قال لنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. نعم. فهي الفكرة إن إحنا لازم مش هنطلع بره الابتلاءات دي. نعم. والابتلاءات كمان يا شيخ أحمد بتخلينا نكتشف نفسنا وقدراتنا. ما إحنا أكيد. الإنسان طول ما هو في الرخاء وطول ما الدنيا ماشية ما فيهاش يعني زي ما يقول ضربات بتحصل. نعم. بتوقعنا، ما بيعرفش هو قدراته إزاي. يقولوا إيه؟ تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني أغلب الناس يلجؤون إلى الله في وقت شدتهم،
أما في الرخاء فهم مشغولون ونحو ذلك، حتى لما ذكرنا في الحلقة الماضية عن مسألة البسط والقبض وأخرجك عنهما، بالظبط كل ده متعلق ببعضه، إن الإنسان دائما يلجأ إلى الله في حال الفرح وفي حال الحزن، في حال الرضا وفي حال الغضب، في كل أحواله يلجأ إلى الله ويكون راضيا عن الله حقيقة، بالظبط. يحصل عنده سلام نفسي واطمئنان. ده مش هيجي بقى يا ام محمد غير برحله الاحسان اللي احنا بنتكلم فيها، علشان بس نفعل معاني اللطف، فتحسي ان انت ممكن الظروف ما اتغيرتش، بس في سكينه جواكي، انت متقبله، انت في رضا، في معاني طمانينه ظهرت واستجدت جواكي. فدي الاخلاق بتعمل ده، الاحسان. النهارده ان شاء الله هنكمل الحلقه للاخر باذن الله، يا رب تفرق معاكي ان شاء الله.